بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في هذا الفيديو اللي يعتبر بمثابة تحديث لأول فيديو عملته على اليوتيوب حوالين برنامج الـ SPSS. الفيديو طبعا يعني مر عليه أكتر من 8 سنوات، وبالتالي وظهر أحداث، يعني ظهر تحديثات وصور مختلفة برنامج الـ SPSS، وبالتالي كان ضرورة جدا إن احنا نعيد هذا الفيديو وفيديوهات أخرى، لأن زي ما قلت حصل تطوير في برنامج الـ SPSS، فيهمني إن أعمل تحديث برضو الفيديوهات. معاكم الأستاذ الدكتور محمد حبش حسين، أستاذ الإحصاء والقياس النفسي بكلية التربية جامعة اسكندرية. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك، لو تعرف حد يستفيد بيه اعمل له شير. في جميع الأحوال لو سمحت اوعى تنسى تعمل سبسكرايب عشان يوصل لك جميع فيديوهاتنا. هنتكلم على إيه النهاردة؟ هنتكلم على إنشاء المتغيرات، إزاي أنشئ متغير وأعرف خصائص هذا المتغير. تعالوا مع بعض نروح على برنامج الـ SPSS ونشوف إزاي ننشئ المتغيرات. احنا مع بعض دلوقتي في برنامج الـ SPSS، وده طبعا الاصدار 25، وفي فيديو عندي بيوضح ازاي تنزل هذا الاصدار. البرنامج الـ SPSS طبعا في شاشة مهمة جدا جدا جدا، وهي شاشة البيانات اللي قدام حضراتكم ديت. لاحظوا ان الشاشة اول مرة بفتحها بيبقى فيها عبارة عن أعمدة وصفوف. اللي متعود على برنامج الإكسل مثلا مش هيجد غرابة في هذا الأمر، وهيبقى عارف ان اي عمود بيمثل متغير واي صف بيمثل حالة كيس، يعني قد تكون طالب، قد تكون معلم، قد تكون دكتور، قد تكون اي حاجة انا بقيسها. لكن مهم جدا انك انت تعرف ان تحت هنا اهوت في عندي شاشتين، في عندي اعتبر يعني مفتاحين. مفتاح بيقول لي معمول طبعا باللون اللي هو يكاد يكون الاصفر، ده معناه ان دي الشاشة المفعلة، ودي شاشة اسمها الداتا فيو، يعني انا شايف البيانات هنا. بينما الشاشه التانية غير مفعله دلوقتي اللي انا هنشطها حالا دلوقتي، دي بتتكلم على الفيريابل فيو، رؤيه المتغيرات. يبقى انا عندي شاشتين، مهم جدا تعرف ازاي تروح تنتقل منهم ما بين داتا فيو وما بين فيريابل فيو. طبعا ممكن تنشئ بياناتك من هنا مباشره وممكن تنشئها من هنا. طيب انا افضل ايه؟ انا دايما بفضل ان احنا نروح على الفيريابل فيو وانشئ متغيراتي، ولما ادخل القيم اروح عند الداتا فيو. تمام، فاحنا هنا هو مثلا في الفيريابل فيو هيقابلني الخصائص ديت، في عندي خصائص مختلفه للمتغيرات. اول خاصيه بتقابلني هي خاصيه النيم، وديت اسم المتغير، اسم المتغير. يعني انا ممكن اجي اكتب مثلا باللغه العربيه الذكاء مثلا. وعلى فكرة طبعا احنا ممكن نغير حجم الفونت زي ما احنا عايزين، يعني انا هكبره لحضراتكم شوية واقول له خلي الفونت 16 وخليه بولد من هنا، واقول له كده اوكي، على اساس ان حجم الفونت يبقى افضل زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. رحت الكلام ده منين؟ من فيو وعلى الفونت، وغيرت الفونت ل 16 وبولد. تمام، ده بيبقى اوضح كده بالرغم ان احنا هنعمل سكرين شوت. يبقى اول حاجة اسمها اسم المتغير. اسم المتغير ده فيه قواعد مهمة جدا جدا لازم حضرتك تعرفها. أولا اسم المتغير يجب أن يكون يبدأ بحرف، حرف عربي، حرف إنجليزي، المهم حرف. لكن اسم المتغير ما ينفعش يبدأ برقم، يعني ما يسميهوش واحد مثلا الذكاء. لو أنا عملت كده بتظهر لي رسالة variable name contain an illegal first character، يعني أول كاركتر كلمة الليجل يعني غير قانوني، لكن هنا معناه يعني غير متفق عليه في هذا البرنامج. فدايما نبدأ باسم المتغير ايه يا جماعة؟ حرف الذكاء مثلا او التحصيل. طيب ايه الحاجة التانية؟ لو نقلت هنا برضو في اسم متغير ما ينفعش نعمل مسافة بين اسم المتغير، يعني ما نقولش التحصيل بعدين مسافة الدراسي، ما بيقبلهاش برضو برنامج الـ SPSS، بيقول لي غلط. ما ينفعش اسيب مسافة. لكن لو انا عايز اقول التحصيل ممكن اقول اندر سكور كده، شرطه من تحت، ما ينفعش اقول شرطه تحصيل الدراسي وكأن دي حاجه ناقص حاجه مش هيفهمها برضو. لا انا ما ينفعش اقول كده التحصيل شرط اندر سكور الدراسي كده اندر سكور. تمام ماشي، يبقى احنا عرفنا اسم المتغير. اسم المتغير برضو يا جماعه ما ينفعش ينتهي بحروف معينه. زي ايه مثلا؟ ما ينفعش اقول مثلا التحصيل وفي الاخر اندر سكور، هيقبلها على مضض. يعني هيقول لك ايه؟ هيقول لك خلي بالك ان كلمه اندر سكور دي لها معنى عندنا، فما ينفعش تنهي بيها الكلمه، دي لها معاني خاصه. انت فاهم المعاني دي ايه؟ هقول له اه والله انا مش فاهم. لا يبقى اذا برضو اتجنب
ان انا احط ال يعني في اول حرف او في اخر حرف، اسف، كلمه ايه؟ كلمه اندرسكور. فمثلا الساعات اندرسكور الدراسيه، او ساعات المذاكره، يعني الواحد بيذاكر كام ساعه. طيب ايه تاني ممكن اخد بالي منه؟ في كلمات ما ينفعش ان انا استخدمها، بس الحمد لله انا كل كلمات باللغه الانجليزيه. زي ايه مثلا؟ تو، الى. هل الكلمه دي بيقبلها؟ لا. اشمعنى بقى؟ لان تو دي بتستخدم في تعريف المتغيرات. شوف حرف تو ده ما اقدرش ان انا استخدمه، ما اقدرش ان انا استخدمه. يبقى في حروف الحمد لله ان كلها باللغه الانجليزيه، فبالتالي ايه؟ ما ينفع. هل يعني احنا اتفقنا على اهم حاجات المفروض عند كتابه اسماء المتغير. لو انا قلت له مثلا نوع اندر سكور الجنس مثلا، ده مقبوله وعاديه جدا. هل في عدد من الحروف مسموح لي ان انا استخدمها عند عمل اي متغير؟ اه طبعا في عدد من الحروف، ومع اللغه العربيه يعني ومع الحروف اسامي المتغيرات مش بنوصل لها، مش بنوصل لها، لان معناها 64 كاركترز، اعتقد ان احنا مش هنحتاج الكلام ده. يبقى عرفنا اسم المتغير. الحاجه الثانيه اللي احنا بننتقل لها بسرعه اللي هي الطيب، نوع المتغير. نوع المتغير لو كان ارقام فبختار الاولاني، لكن لو كنت هدخل حروف فبختار كلمه سترينج. يبقى في حاجه سترينج يعني حرف، بينما النوميرك يبقى هدخل ارقام. طب لو هدخل رقم تليفون يبقى ممكن اعتبره سترينج، لان اي حاجه مش هعمل عليها عمليات جمع وطرح واسم وضرب واجيب متوسطها ممكن ادخلها كسترينج. معناها نص، معناها نص. فانا مثلا المتغير الاولاني يعتبر نوميرك. عدد الارقام العشريه ممكن احددها من هنا، وممكن احددها لما نشوف منين هو برضه. فانا لو قلت له ده عدد الارقام العشريه خليها بصفر، فخليها لي هنا بصفر، يعني هنا وضح لي حاجه اسمها ايه؟ الديسيمال نمبر، فخلاص بقت بصفر. طب لو انا رحت مثلا على نوع الجنس وانا هدخل نوع الجنس مثلا ذكر وانثى، هكتبها كده، هكتبها، فممكن اخد لها سترينج، ممكن اعتبرها سترينج. طبعا السترينج ما فيهوش حاجه اسمها ارقام عشريه. ولو انا قلت له ده ب 8 معناه ان انا اقصى حاجه هكتب مثلا ذكر وانثى، يبقى خلي بالي لانه مش هيقبل اكتر من 8 حروف. لكن لو هدخل ذكر بواحد وانثى باتنين يبقى اسيبها زي ما هي واسيبها ارقام. تمام؟ يبقى عرفنا لو فين المتغير اللي انا هدخله هعمل عليه عمليات حسابيه، فالمفروض ان انا اتعامل معاه على انه سترينج نيوميريك. اما لو كنت هدخل اتعامل معاه كانه حروف زي مثلا نوع العمل او كذا او مثلا الدرجه العلميه هكتب، يبقى اذا ده يعتبر بمثابه ايه يا جماعه؟ بمثابه سترينج. لكن لو كان عمليات حسابيه يبقى نوميريك. دول اهم متغيرين. في حاجات تانية، في حاجات تانية بس مش عايزين ندخل فيها دلوقتي، لان برضه حضراتكم لو شفتم هنلاقي في حاجه اسمها كوما، وحاجه اسمها ساينتفك نوتيشن، وحاجه اسمها دولار، وحاجه اسمها ريستريكتد نيوميريك نمبر. ده ممكن للمهتمين، للمهتمين. طيب ايه الحاجه المهمه؟ طب الوايد، الوايد زي معناه اتساع، مش اتساع يعني انا اشوف هنا مثلا لو انا جيت خليت ده هوت قلت له كده ده ب 12، ده بيأثر في حاجة؟ ده بيأثر في عدد الحروف اللي انا بكتبها، بس لو كان نوميريك، لو كان سترينج، يعني انا هرجعه تاني زي ما كان 8. وهوضح لحضراتكم، مثلا لو انا رحت على نوع الجنس ده كده وقلت له لو سمحت ده خليه سترينج، وخلي ده هحط حرفين اتنين بس، يبقى الكلمة هتتعرب بحرفين اتنين بس. تعال نرجع على الداتا فيو. خلي بالكوا احنا كل اي حاجة بتتعمل صف هنا بتظهر في الداتا فيو كانها اعمده، يعني الذكاء والتحصيل هيتحطوا في الاعمده لان دي المتغيرات. فانا لو رجعت كده هلاقي طبعا احنا مكبرين الخط عشان كده، لكن ممكن اوسع ده كده مفيش اي مشكله لغايه لما ياخد الحاجه اللي انا عايزها. طيب يبقى انا لو جيت هنا عند نوع الجنس، عند نوع الجنس نفترض ان في شخص ذكائه ب 110 بكتب كده عادي، وتحصيله مثلا كان ب 30 او ب 25، وكان عدد ساعات مذاكرته ب 5. طب ونوع جنسه ايه؟ خلي بالكم نوع جنسه انا هقول له مثلا ذكر، هقول له ذين كاف ر. شوف عطيني عم يديني ايه؟ بيقول لي لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا سيدي؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ لان انت قايل لي، انت قايل انك انت هتكتب حرفين اتنين فقط، انت قايلهم باتنين، فازاي انت عمال تزود كده؟ لا احنا ما اتفقناش على كده. طب انا ممكن ارجع تاني هنا واقول له طب خليهم 8، تخليهم 8. طب وارجع هنا هو التاني، هبص اجي نقط عند كلمة ذكر، ذكر بيقبلها عادي دلوقتي، بيقبلها عادي الكلمة.
طب الكلام ده بينطبق على السترينج نفسه، يعني دي مثلا 110 يعني 3 حروف، لو انا رحت هنا اهوت وقلت له مثلا يعني عند الذكر هنا اهوت كده خليها لي بحرفين اتنين، هل لو انا كتبت له 1000 3 4 5 6 7 8 بيعترض؟ ما بيعترضش، هو بيعترض فقط لما يكون المتغير بتاعي ايه؟ المتغير بتاعي سترينج فقط، ف120. طب وده نقول مثلا ده كان 30، وعدد ساعات المذاكرة بتاعته كام؟ نقول والله 5 نخليهم 7. طب ودي مثلا ايه؟ ده هكتب مثلا انثى انثى انثى. تمام. خلي بالكم لما بيكون المتغير بتاع سترينج بيكتب من الشمال لليمين، اما بيكون نوميريك فبيكتبه من اليمين للشمال. يبقى ده احنا عرفنا انواع المتغيرات، وعرفنا كلمة الوايلد دي معناها ايه، وعرفنا الديسيمال. الديسيمال مثلا التحصيل الدراسي، لاحظوا ان هو حاطط قدام التحصيل الدراسي علامة عشرية وصفرين، لان انا قايل له ان انا عندي 2 ديسيمال نمبر. طب لو انا غيرتهم وخليتهم واحد بس، هرجع للداتا مرة تانية بقى رقم 21. لو رجعت مرة تالتة طب وخليته بصفر، هرجع للتحصيل الدراسي هبص ليه من غير أرقام عشرية. يبقى هنا الأرقام العشرية بيقول لي عايز أحط كام رقم عشري. خلي بالكم أنا لما بأثر ببقى على الصف ده، فأنا بأثر على المتغيرات اللي في الصف ده، الصف التاني ملوش علاقة. يعني هنا مثلا ساعات المذاكرة ما زالت بكام؟ لو أنا رحت عند الداتا فيو في قدامنا رقمين عشريين، وإزيك أنا مثلا لو قلت له طب اعمل لي 3 أرقام عشرية، هرجع تاني هلاقي اللي بيتأثر المتغير اللي هو ده بس. يبقى كل متغير مسؤول عن نفسه، فارجع في عدد ساعات المذاكرة وقول له خليها رقم عشري واحد بس. يبقى احنا عرفنا ازاي ان انا اعرف نوع المتغير واعرف الساعة بتاعته واعرف الديسيمال. امال ايه الليبل ده؟ الليبل ده بقى ان انا بكتب فيه وصف للمتغير، الوصف بتاعه. يعني ممكن اقول له الذكاء، الذكاء المعرفي مثلا، او لو كان ده الذكاء الوجداني، الذكاء الوجداني مثلا. اذا انا بعرفه بهذا الشكل، بدي تفصيل. هنا بقى انا عندي الحريه اكتب، اسيب مسافات ما اسيبش مسافات، ابدا برقم، احط كاركترز. يعني مثلا التحصيل الدراسي، خلي بالكم انا سايب مسافه في الرياضيات، كل ده بيقبله عادي جدا، وممكن طبعا اوسع ده كده زي ما انا عايز. شايفين قبل مسافات، هنا بدي وصف للمتغير، وصف تفصيلي. تمام. ساعات المذاكرة في اليوم الواحد. طب ده فايدته ايه؟ فايدته حضرتك لما بنيجي نعمل اي تحليل احصائي، اي تحليل احصائي مثلا اقول له ديسكريبتيف ستاتستكس ديسكريبتيف، تمام، بيظهر لي نقط الذكاء والتحصيل الدراسي. بس ممكن لما انا ادخل كده اقول له الذكاء شوف لي كده، واقول له مثلا هات لي هنا الاوبشن انت حاسب لي المتوسط. يعني طبعا مش هدفنا الفيديو ده كده، بس لو انا كده قلت له اعمل رن وشفت النتائج، فهبص هلاقي الذكاء الوجداني، الذكاء الوجداني. شايفين يا جماعه؟ طب انا افرض وانا شغال على المتغير، لو رجعت هنا هو التاني هنا كاتب لي اسم المتغير، ها هنا مثلا كاتب لي الذكاء الوجداني، انا عايز الوصف بتاع المتغير يظهر. سهله جدا، وانت هنا هو كده عند الايديت، انزل عند الاوبشن تحت، لو انت عايز اسم المتغير عايز الوصف بتاعه اللي يظهر قدامك وانت بتعمل متغير، بس انا ما بفضلهوش. تمام. ورحت عند هنا اهوت عند في الجنرال، هنا بقول له ايه وانا في الجنرال، خلي بالكم بقول له ديسبلاي ليبل ولا ديسبلاي نيم، انا مختار ديسبلاي نيم، لكن لو قلت له ديسبلاي ليبل ورحت رجعت تاني هنا اهوت بيقول لك تشينج اني اوبشن ان ذا فاريبل ليست جروب والريست. اوكي تمام، هو هيغير، فارجع تاني اقول له هنا ديسكريبتيف. شايفين بقى ظهر عندي ايه دلوقتي؟ ظهر عندي ايه؟ التحصيل في التحصيل الدراسي في الرياضيات، الذكاء الوجداني، ساعات المذاكره في اليوم الواحد لو انت عايزها تظهر. يبقى ظاهر لك الاسم وظاهر لك كمان ايه؟ الاثنين دول. ده لو انت عايز وانت تشوف اسم المتغير وانت بتعمل التحليل الاحصائي. طبعا انا هرجع تاني للداتا بتاعتي وبرجع لها من علامه النجمه ديت. شفنا كده، نرجع تاني بسرعة. يبقى احنا شفنا في المتغيرات الديسيمالز وعرفنا الليبلز. مهم جدا بقى اللي جاي ده الفاليو، لان كتير جدا بيلخبط ما بينهم، ما بين الليبلز وما بين الفاليو. الليبل ده وصف للمتغير، اما الفاليو ده وصف للقيم التي يحصل عليها المتغير. يعني ايه؟ تعالى كده مع بعض نقول ان احنا هنعمل متغير اسمه المستوى واندر سكور هنا الاجتماعي، وهاجي هنا في الوصف، تمام، هقول له المستوى الاجتماعي للطلاب مثلا. يعني تمام،
هاجي بقى اسال نفسي انا عامله نيموريك، هقول له لا ما تحطش فيه ارقام عشريه. طب المستوى الاجتماعي ده هياخد قيم ايه؟ ممكن يكون واحد اتنين تلاته اربعه، بس هاجي هنا اعرف اقول له لو لقيت واحد اعرف ان ده منخفض المستوى الاجتماعي، يعني ده شخص منخفض المستوى الاجتماعي، واقول له اد. اتنين حاجه اقول له والله هنا ده شخص متوسط المستوى الاجتماعي، اد ما تنساش اد. تلاته ده شخص مرتفع المستوى الاجتماعي مثلا اد، وممكن احط اربعه اقول ايه يعني مرتفع بشدة أو بقوة في المستوى الاجتماعي مثلا، يعني نحو إيه وأقول له إيه اسمه إيه؟ اسمه فاليو. تمام اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه فاليو. طيب الفاليو ده هوت لو رجعت إن هوت كده تاني وجيت هنا عند المستوى الاجتماعي بتاع الشخص الأولاني وقلت له واحد، يبقى أنا بعناه ده شخص منخفض، وده اتنين ده شخص متوسط، بدليل شايفين العلامة ديت واحد، راح حول لي الرقم، خليكم باصين هنا الاثنين وهنا الواحد، لو انا ضغطت عليها كده هبص الاقي ايه؟ ده متوسط المستوى الاجتماعي وده منخفض متوسط المستوى الاجتماعي، وهنا لما بخرج منهم برجع كده تاني وبرجع ليهم تاني. فده طبعا برضو من الحاجات المهمة جدا 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 في خصائص المتغيرات، ولما بعمل اي تحليل احصائي بيظهر لي. طب فاضل لنا ايه كمان؟ فاضل لنا الميسنج. الميسنج ده يا جماعه معناه ايه؟ البيانات المفقوده. خدوا بالكم لو انا جيت هنا مثلا عند الشخص رقم 3 ويا دوبك بس كتبت له رقم نسبه ذكائه 130 ونزلت، فبجد ان في نقط، النقط دي معناها ان دي بيانات ميسنج مفقوده الى ان ادخلها، الى ان ادخلها. يبقى البرنامج الاس بي اس اس بيتعامل مع النقطه دي كانها دي مش صفر طبعا، دي نقطه، بيتعامل معاها كانها بيانات مفقوده، كانها يا جماعه بيانات مفقوده. طيب لو انا عايز اقول له انا مش عايز احط الصفر دي او النقطه دي، انا عايز احط رقم، اقول له طب تعالى ممكن اقول له لو سمحت لو لقيت ال 99 اعتبرها بيانات مفقوده، زيها زي بالظبط اللي ايه يا جماعه زي النقطه. فانا هرجع مره تانيه كده عرفت لمين، لهذا المتغير، يبقى المتغير ده اذا لقيت 99 اعتبره بيانات مفقوده. فانا هاجي عند المتغير ده، وقبل ما اعمل المتغير ده هعمل برضو analyze واعمل descriptive عشان او frequencies، وهاخد مثلا المستوى الاجتماعي اهو وهقول له كده اوكي عشان يطلع لي نتائج للمستوى الاجتماعي. بيقول لي المستوى الاجتماعي عندك missing، او عندي missing واحده. ليه؟ لان محطوط قدام منها نقطه. طب تعال نغيرها ونخليها 99، نغيرها ونخليها 99 واعيد التحليل مره تانية. هروح على analyze و descriptive و frequencies وهقول له اوكي، هشوف كده هلاقيه برضو ميسنج بس كاتب لي جنبها 99 بواحد، اذا اعتبرها برضو ميسنج. ليه؟ لان انا عرفتها هنا اهوت على انها ميسنج. طب انا ممكن اعرف قيم تانية، ممكن تعرف لغايه يعني، انت مش هنا طبعا، احنا هنا اهوت بالكنسل ده، هروح هنا اهوت واجي هنا عند ده كده، وممكن اعرف قيمه تانية واعرف او اعرف مدى، اقول له لو لقيت ارقام من خمسه مثلا ل 10 مثلا اعتبرها ميسنج. تمام؟ او ديسكريت فاليو، قيم متقطعه، لو انا اقول له مثلا ال10 واللي كذا واللي كذا. فاحنا شفنا الميسنج فاليو. هرجع بعد كده للي بعد منها، اللي بعد منها الكولومز. الكولومز ده معناها طول العمود. يعني ايه طول العمود؟ يعني لاحظوا مثلا ان المتغير اللي هو يعتبر نوع الجنس ده عدد اعمدته كام؟ 8. 8. فانا لو رجعت هنا عند نوع الجنس، خليكم فاكرين بس ان انا ده معمول 8، لو انا زودته كده وسعت العمود ده كده هرجع للتمانية دي، شوف اخبارها بقت ايه؟ بقت 15. اذا ده مقصود بيه الاتساع بتاع العمود، لو انا قعدت ازوده كده، قعدت ازوده كده ورجعت تاني لقيته عمال يزيد. طب لو انا قللته من هنا كده، قعدت قللته كده ارجع تاني هبص عليه بقى 5. اذا ده مقصود بالاتساع. طبعا ال كانسل هنا اهوت الالاينمنت، يعني معناها الايه؟ المحاذاه. انا يعني عايز اعمل محاذاه يمين شمال، زي ما قلت لكم الارقام بتعمل محاذاه يمين والحروف الكلمات تعمل محاذاه شمال. لو انا عايز اغيرها لسنتر سهله جدا، ان انا اجي هنا اهوت كده واقول له خليها سنتر مثلا، لو انا عايز اخليها كده. طبعا دي شكليه. مستوى القياس بقى، مستوى القياس عند الاس بي اس اس ثلاث مستويات للقياس، حاجه اسمها المستوى الارقام والمستوى الترتيب ومستوى الاسمي.
الارقام ديت اللي هي طبعا بتشمل في مستويات القياس مستويات الفتره ومستويات النسبه، وانا عندي فيديو حوالين مستويات الفتره ومستويات النسبه اللي عايز يبص عليهم، والاوردينال والنومينال كل ده، فده نوع المتغير نفسه. نوع المتغير خلي بالك ان نوع المتغير ده مهم جدا، لان ده بيأثر في شكل في نوع التحليلات الاحصائيه اللي ممكن اعملها عليه. طب دور المتغير، مو المتغير ممكن يكون تارجت. يعني ايه تارجت؟ يعني ده متغير هتنبأ بيه في التحليل الانحدار مثلا، او ممكن اعتبره انبوت، اعتبره ان هو متغير مستقل بستخدمه في عمليه التنبؤ، او ممكن يقوم بالدورين، او ممكن اعتبره متغير للتصنيف، او ممكن اعتبره ملوش دور. طبعا الحاجات دي كلها احيانا بتبقى مهمه جدا في الرسومات البيانيه، وتبقى ان انا اعرف نوع المتغير واعرف دور المتغير، وده بيسهل لي العمليات الاحصائيه وبيسهل على البرنامج ان هو يساعدك في حاله لو انت ادخلت البيانات بشكل صحيح. طيب انا مش عايز برضه اطول الفيديو دوت، لان الفيديو الاساسي كان فيديو قصير جدا، لكن قلت ان في تطورات كتيره حصلت، فانا هقف لغايه كده في الفيديو ده، وارجو ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك، لو تعرف حد سبيب بيعمل له شير، في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب تصلك جميع الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.